أيها القوم الذي في المدرسة، يعني مدرسة القيل والقال، أيها القوم الذي في المدرسة، كل ما حصلتموه وسوسة. إذا ما في قلب، إذا ما في خشية، ما في إخبات، ما في إنابة، ما في عشق إلهي، ما في تخلق بأخلاق الله، ما أوتيت الحكمة الربانية. الحكمة ما بتنزل للقلوب اللي هي مزابل، تنزل النحل على الزهور والورود والعطور. أيها القوم الذي في المدرسة، مدرسة إيش؟ الأقوال. كل ما حصلتموه إيش؟ وسوسة. ذكركم إن كان في غير الحبيب، إذا كان لها ممكن دائما تذكروا على لسانكم في غير الله، ذكركم إن كان في غير الحبيب، ما لكم في النشأة الأخرى نصيب. ما لكم، لا يدخل ملكوت السماوات إلا من يولد مرتين، لك الوجود الجسدي ليصير لك الوجود الرباني، الوجود الروحي حقيقي. هذاك اللي بتلقى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. شو الشغلة هيك؟ عملوا برامج لعلوم الأحكام الشرعية الطقوسية الجسدية، البيع والشراء والشراكة والضراب والسلامة، هي كلها شغلة الدنيا، والطلاق والجواز كلها شغلة جسد، والعتق والمثلق ومدري إيش. الصلاة ذكروا أحكام صلاة الجسد. القرآن لما فصل الصلاة فصلها بروحانيتها وأخلاقيتها. في صلاتهم خاشعون، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وانذكر صلاة الأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بالمدارس الصلاة الأخلاقية ما بذكروها، والصلاة الروحية الربانية مع الله ما بذكروها، بيعطوه للصلاة قشرها الجسدي، بعدين بيقولوا له أنت صرت عالم وشيخ، بينزل للمعركة صرت طيار، بركب الطيارة ما بتمشي، وأخطر شيء إذا مشيت ما عم يعرف شلون يسوقها، يا تضرب له بجبل يا بتحترق فيه هو وكل اللي معه. أيها القوم الذي في المدرسة، كل ما حصلتموه وسوسة. ما مرادنا ما ندرس، ندرس ناخذ أعلى الشهادات، هذا علم الأقوال، بعدين بدك تنزل إلى علم الأعمال والأخلاق، بعدين تنزل إلى أعمال القلوب والأرواح، عند ذلك بصير عالم. ذكركم إن كان في غير الحبيب، ما لكم في النشأة الأخرى إيش؟ نصيب. كل من لم يعشق الرب الحسن، كل من لم يعشق الرب الحسن، قرب الجل إليه والرسن. تعرفوا الجل شو الجل؟ جلال تبع الحمار. كل من لم يعشق الرب الحسن، قرب الجل إليه إيش؟ عم تذكروا الله؟ ذكركم تجلى لكم في مرآة قلوبكم. هالمراية اللي عليها تراب والطين والوحل نظفتوها بالذكر حتى صفيت،
وجهتوها إلى الله حتى يظهر لكم الجمال لتعشقوه. يصير الواحد يعشق من يجهل